وصفتنا. بسوي معاكم وافل البطاطس، وصفة مرة لذيذة زي ما قلت لكم، تناسب فطور، تناسب عشاء، وتناسب تكون سناك كذا وانتي تتفرجين على فيلم، تتفرجين على شيء، مرة لذيذة. عندي بطاطس مهروسة، المقادير بتكون مكتوبة لكم، دقيق وبيضة، بصل أخضر، بقدونس، أو ممكن تكتفين بواحد منهم بس اثنينهم ألذ، حليب وزيت أو زبدة، المفروض زبدة بس أنا حطيت زيت. وعندي هنا فلفل أسود وبابريكا، ملح وبيكنج باودر، ومجموعة أجبان. اخترت الشيدر واخترت مجموعة أجبان، أنا مشكلتها وقايلة حق في المحل يفرمها لي، بقول لكم إيش هي، مو يفرمها، يبشرها. طبعا الشيدر اخترت الشيدر البرتقالي أو الأصفر، واخترت مجموعة أجبان، شكلت شوية قشقوان وشيدر وفريسكو وإدام، خلطتهم مع بعض، إدام سباسي شوي، خلطتهم مع بعض وسويت منهم تشكيلة بحيث إني لو أبغاها حق صواني حق شيء بعدين عادي أستخدمها، اليوم بستخدمها في البطاطس. تقدرين تكتفين بالشيدر والموزاريلا إذا أنت حابة، أو قشقوان أو أي نوع جبن أو بس شيدر. بحط بهاراتي، بضيف الدقيق وبخلط هذه المكونات شوي مع بعض، بنضيف البيض، الزيت، البيض تقدرين تضيفين بيضتين، بضيف الحليب، البقدونس والبصل الأخضر أو ممكن تكتفين بواحد منهم، وأهم شيء راح أضيف الأجبان. راح اخلط هذه المكونات كأني اعجنها، بتكون عندي تقريبا يعني شيء متماسك شوي. خلينا نعجنها مضبوط ونرجع، تحصلين على شيء بهذا القوام، شايفين هذا القوام بالضبط، راح تكون المقادير مكتوبة لكم بالتفصيل. ريحته شهي. راح اشغل الجهاز واخليه يسخن شويات، وراح ابخه ببخاخ الزيت. هنا نسخن الجهاز، راح اخذ حسب حجم الجهاز الموجود عندي، جهازي صغير فراح اخذ كمية صغيرة ونحطها بهذا الشكل وبعدين نقفله. الان راح نقفله وننتظر لحد ما يستوي وتطلع لنا البطاطس لذيذة ومقرمشة. نفتح ونشوف، طبعا لسه الشكل يقول يامي. حابة نفتح كذا ونشيك، الشكل بدأ يتحمر يتقمر، يقول يامي كليني. طبعا قاعدين نجهز هوت دوغ، بيض عيون، افوكادو، جرجير، شغلات حلوة كذا للفطور. هذا ما شاء الله تبارك الله، تبين تحمرينها اكثر براحتك، شوفوها من تحت اذا حابين تشوفونها، هذا هي بعد متحمرة من الجهتين. وجهزت لي احلى فطور والذ فطور واسهل فطور وشيء جديد ان شاء الله بيعجبكم. زي ما قلت لكم تقدرون تسوون سناك، حطيت عليه صلصه فرنسيه، تقدرين تحطين عليه صلصه ترانش، او تقدرين تحطين عليه اللي تبينه. خلينا نسوي له جلسه تصوير ونرجع.